السلام عليكم. اولا انا مواطنه كنسكن هنايا في رياض الهوده في حي النسيم في المحمديه، مدينه المحمديه. الساكنه هنا كتعاني من واحد المشكل اللي هو كبير ومشكل واحد المشكل صراحه اللي كنعاني منه يوميا، خصوصا في شهر رمضان. ومتى من غير شهر رمضان المسجد ما عندناش، بالاضافه لمجموعه من المرافق الاخرى، ولكن احنا المشكل دابا عندنا هو المسجد. حنا دابا كنبغيو نصليو الصلاه التراويح ما كنلقاوش فين، يعني انا نشوف القياط هذا ما كنلقاوش فين نصليو. الا بغينا نمشيو نصليو في المسجد راه خصنا نضربوا على الاقل 21 دقيقه ولا حتى نصف ساعه عاد باش نمشيو نلقاو مسجد. وصراحه الساكن هنا كتعاني واحد المشكل هو كبير، كنتمنى باش صراحه توجدوا لنا واحد الحل، يعني اللي يكون حل، واحد الحل اللي شفاف، واحد الحل اللي يرضي الساكن هنا، على الاقل واحد المسجد. البقعه موجوده، الناس هنا قال لك صراحه زعما البقعه كاينه كاع الامور زعما اللي تساعد راها موجوده، ولكن خاصنا واحد الخطوه اللي تكون صراحه جديه. وشكرا. احنا من اتحاد ملاك اقامه رياض الهدى النسيم سنويا كنعاني من واحد المعاناة من المرافق غير موجودة عندنا هنا. المرافق، المرفق اللي خاصنا هو اللي كنهضروا عليه، انتم كما كتشاهدونا ورانا، على اننا سنويا كنبنيو واحد الخيمة اللي كنصليو فيها العشاء والتراويح، وعندنا بقعة تاع الارض اللي ما خليناش اي باب اللي ما طرقناش، ونادينا تاعينا ودقينا جميع الابواب، ولكن ما لقيناش الاذن الصاغيه اللي تسمع لينا. احنا سنويا كنبداو دائما هاد الاسطوانه كنعاودو كنكرروها. علاش كنهضرو؟ كنهضرو على المسجد، المسجد 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 هو موجود، كاينه البقعه ديالو، كاينه كل شيء. وزيدون باش نزيد نفيدكم، ماشي على المسجد، اللي حتى المستوصف اللي وزارة الصحة هي خاطته لينا، اللي دارته حاليا مندوبية في المحمدية، مندوبية وزارة الصحة. ما المسؤول ما لحد الساعة ما عرفناش شكون، لحد الساعة ما عرفناش شكون اللي يدير هاد العصف الرويضة. راسلنا السيد وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد وزير الداخلية، درنا شكاية على المستوصف اللي رجعوا لنا من دوبية. ولحد الساعة ورسائل ماشي للسيد العامل، احنا ما كنعرفوش السيد العامل واش كتوصلوا هاد الطلب ديال المقابلة او ما كتوصلوش. لحد الساعة احنا ما حرنا. اذا كاين شي واحد اللي وراه هاد القضية اللي واقف لينا على هاد المسجد هذا، والمسجد لدرجة اننا جينا شهادة الملكية ديالو. دابا كنطالبوا من السلطات المحلية على قبلاش باش تخرجوا لنا الحيز الوجود. شهادة الملكية باقة في اسم المقاول، نوتر ريزيدونس. وهاد الناس لحد الساعة احنا أناشد السلطات المحلية ديال المدينة المحمدية باش تشوف حتى احنا بعين الاعتبار في هاد القضية ديال المسجد. احنا اليوم غادي نتكلم كأحد من الساكنة المتضررة، ما يقارب تقريبا واحد 13 سنه من هاد المشكل ديال المسجد. ما عرفناش لحد الان من المسؤول على تعطيل هاد البناء ديال هاد المسجد، يعني كل هاد السنوات هادي مرت، رغم ان كنعرفوا ان كل اقامه ولا كل جزيئه فيعني من ضمن الضروريات ديالها يعني كتكون البنيه التحتيه، وكيكون يعني المرافق اللي هي مرافقه للجزيئه، يعني مسجد، حمام. احنا الحمد لله كاين الارضيه، وكاين التصميم ديال هاد الارضيه هذه اللي داخل في المشروع، وتمت مراسله يعني وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وتمت مراسله وزاره الداخليه والسلطه المحليه هنا السيد العامل. فلحد الان ما كاينش تجاوب، لحد الان ما عرفناش علاش هذا الملف هذا ما كاينش تحرك فيه من طرف السلطه. يعني الناس باقا كتعاني في 2024 وباقا كتعاني من مسجد باقا كنصليوه في ظروف ديال التقليديه، الخيمه كل عام كنديروا الصينيه ونجمعوا ونديروا خيمه، راه هادشي لا يعقل. فنتمنى وصلاه الجامعه، الناس كتمشي للمساجد اللي هي بعيده، فنتمنى ان السلطه تستجيب لهذه الدعوات ديال هذ المواطنين هذا وتحل هذا المشكل. لان الحل بسيط، عندنا الارضيه، فالحل بسيط انه يبسطوا لنا الاجراءات والمسطره ديال البناء ويعطيو حل لهذ الساكنه هذه. وشكرا، السلام عليكم. من بعد ما فقدنا الثقه في الناس ديال السلطات ديال مدينه المحمديه،
دابا كناشدو السيد الوالي السيد مهيدية هو اللي غادي يتفتح على باب هذا المسجد اللي لربما طرقنا حنا جميع البيبان حنا جميع المسائل وقفنا على حدنا وحنا كناشدو السيد الوالي هو اللي غادي يوقف معنا ان شاء الله وغادي يكون على يديه هذا المسجد ان شاء الله.